السلام عليكم، كيف ستشوفوا هبط الكرسي. من تهبط الكرسي كامل تتحط صدرك فوق الكوسان ديال البيك على فلاصه. هاد التمرين من اختراعي بتاريخ اليوم، اول شخص غادي يديرو. مزيان الناس اللي عندهم الدهون في اليد وفي الكتاف وفي الظهر، وفي نفس الوقت تخدم التريسيبس والكتاف والدورسو والفومبرا. كيف تشوفوا التمرين ديال البيكارا، كلشي عارف بلي التمرين ديال البيكارا ديال الرجلين، ولكن بامكانك تخدم الكارديو عاوتاني في الجسم من الفوق بهذه الطريقه هذه. تحط صدرك بهذه الطريقه هذه وتخدم الكارديو بحال هكا، التريسيبس البيسيبس الفومبرا الكتاف اللور القدام الجناب الظهر الترابيز، تخدمهم بواحد المفعول كبير. وتا الناس اللي عندهم الدهون، لا البنات لا الدراري، يصلح اليوم التمرين. وتفكرني في التمرين ديال القنبه، كيف تشوفوا كلشي عارفوا هو في الصوره. الناس اللي ما عندهمش يديروا هذه الطريقه هذه، راه فعاله جدا باختراعي. مرحبا بالناس اللي بغاو يتدربوا اونلاين، اللي بغاو ينقصوا الوزن، بغاو بروغرام ديال الماكله، بغاو يزيدوا الوزن، بغاو يحيدوا شحمه من شي بلاصه، بغاو يحرقوا الدهون من شي بلاصه، اي حاجه. مرحبا بكم في الواتساب، ها هي نيميرو التليفون.